لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أنزل الله عز وجل القرآن ليكون نورا للناس وهدى وبينات، ليكون مخرجا من الظلمات إلى النور. وأرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون نموذجا عمليا يطبق القرآن، حتى نرى القرآن نموذجا عمليا مطبقا في أرض الواقع. فإن النفوس تتشوف وتتعلق أكثر بالتجارب العملية، فإذا أمرت إنسانا أو نهيته أو أخبرته بكلام، هو يود أن يرى ذلك نموذجا عمليا يسير على أرض الواقع، حتى يكون سهلا على نفسه أن يطبقه، حتى يكون قريبا إلى قلبه أنه يستطيع أن يطبقه. ولأجل هذا أرسل الله عز وجل إلينا رسولا بشرا، ولم يرسل إلينا ملكا من الملائكة، ولكنه أرسل بشرا يجد ما نجد ويعاني ما نعاني، وبالرغم من ذلك اصطفاه الله عز وجل، فهو أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فطبق القرآن وسار على الأرض صلى الله عليه وسلم مطبقا لمعاني القرآن. لذلك لما سمى الله عز وجل سورة بسورة الفرقان، هذه السورة التي جاءت فرقانا بين الحق والباطل، وبدأت هذه السورة بفضل الله عز وجل وبإنعامه على البشرية بإنزال الفرقان، فقال ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه السورة التي ابتدأت بالفرقان ختمت بنموذج عملي يسير على أرض الواقع يطبق القرآن، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. هم فرقان يمشي على الأرض، إنهم الفرقان الذي مشى على الأرض وطبق معاني القرآن. فإننا في حاجة لنماذج عملية تطبق الآيات، تطبق القرآن، تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا البشر يحتاجون دائما وأبدا إلى الأسوة، هذه حاجة فطرية بداخل الإنسان، يحتاج إلى الأسوة، يحتاج إلى القدوة، يحتاج إلى نموذج عملي ليراه، ليتأسى به، ليتعزى به، ليتصبر به عند البلاء. بل إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن لك في من سبق أسوة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا يقص الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أنباء الرسل؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق، وجاءك في هذه، قال بعض أهل العلم في هذه أي في الدنيا، جاءك الحق في الدنيا، وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر: وجاءك في هذه أي في هذه السورة، في سورة هود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بظروف صعبة، يحتاج إلى معرفة الحق، كيف يتصرف في هذه الأوقات من ضغط واضطهاد وحصار من قريش في مكة.
فنزلت هذه السورة لتقول له لا تتخلى ولو عن آية واحدة، فلا يكن في صدرك حرج أن لا تترك ولو آية واحدة من هذه السورة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لا تترك القرآن لقولهم. وقال له في هذه السورة فاستقم كما أمرت، وقال له في هذه السورة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وقال له في هذه السورة فاصبر واصبر إن الله مع المحسنين، فقال له في ختام سورة هود جاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة الحق. قبل أن يخبره بمجيء الحق في هذه السورة أخبره أن الأنبياء من قبله ساروا على نفس النهج، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فإن الفؤاد يضطرب ويحتاج إلى أسوة، يحتاج إلى قدوة يتأسى بها، ولا سيما في مواقف الفتن، ولا سيما في المواقف التي يضطرب فيها الناس ويموجون كموج البحر، يحتاج الإنسان في هذه اللحظات إلى أسوة إلى قدوة. فكان صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنا صلى الله عليه وسلم. لذلك فرق القرآن في الاستعمال بين القدوة والأسوة، فرق القرآن في الاستعمال بين القدوة والأسوة، فإن القدوة جاءت في القرآن مع الخير والشر. قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه الهاء في قراءة عاصم هاء السكت، فبهداهم اقتده، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالهدى الذي سار عليه الأنبياء من قبله. وقال ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أيضا أن معنى القدوة قد يأتي للشر كما أنه يأتي للخير. قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالقدوة أصلها في اللغة من القدو، قدو مقدار معين ومسافة معينة للخطوة، فأنت تضع القدم على القدم بنفس مقياس الخطوة التي سبقتك تماما، تسير على نفس الآثار تماما. فإن اتخذت إنسان إماما لك فأنت تسير على نفس الخطوات تماما. فهذا الإمام قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هناك أئمة للباطل يقتدى بهم كما أخبر عن فرعون وغيره. فكذلك يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن القدوة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. لذلك لما أمرنا بالاقتداء أمرنا بالاقتداء بالهدى، قال فبهداهم ولم يقل فبهم، فبهداهم مقتده. أما هؤلاء كانوا يسيرون على نهج آبائهم الضالين فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالقدو في اللغة هو المقدار والمقياس المطابق الذي تسير خلفه بدون تفكير. أما الأسوة في اللغة فالأسوة في اللغة كما يقول الإمام ابن فارس أصل هذه الكلمة مبنية على المداوات والإصلاح. المداواة تداوي شيء، أن تطبب شيئا، المداواة والإصلاح. فالآسي بالألف بالهمز، الآسي في اللغة هو الطبيب. ف الأسو أن تصلح شيئا، أن تداوي شيئا. فحينما تتخذ إنسانا أسوة لك أنت تداوي ما بداخلك وما بخارجك من أمراض، أنت تصلح أحوالك. حينما تتخذ الأمة أسوة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من إبراهيم عليه السلام كما أمرنا ربنا في القرآن هي تداوي مشاكلها، هي تصلح أحوالها. لذلك الأسوة جاءت في القرآن مقرونة دائما بكلمة حسنة، أسوة حسنة، جاءت في موضعين في القرآن، هي جاءت ثلاث مرات ولكن في موضعين في القرآن. جاءت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة مع إبراهيم الخليل عليه السلام. جاءت في سورة الأحزاب في وقت الفتن والاضطراب، في وقت فزعت فيه القلوب وبلغت القلوب الحناجر وانتشرت الظنون في العقول،
قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أننا نحتاج في هذه اللحظات إلى أسوة. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليس لأي أحد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واستعان على ذلك وذكر الله كثيرا واستعان على ذلك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. في وقت الأحزاب، وقت الجهاد، وقت الاضطراب، وقت تخلي الكل، وقت تجمع الأعداء، نحتاج إلى أسوة. فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأسوة في هذا الموقف يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحده صلى الله عليه وسلم. وفي الموقف الآخر في سورة الممتحنة جاء موقف الخليل إبراهيم عليه السلام، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم. في لحظات الولاء والبراء، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الإمام الطبري اختار إن والذين معه أي الأنبياء الذين ساروا على نهجه، لأن إبراهيم لم يؤمن به أحد وقت هذا التبرؤ، حينما تبرأ من قومه لم يؤمن به أحد. وإن كان بعض العلم قال والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه أي الذين صدقوا برسالته في عهده. فأيا كان، وكأن اختيار الإمام الطبري وهو قول ابن زيد من التابعين يوحي بقلة من يسير على هذا الموقف الذي يسير على موقف الولاء والبراء، أن يتولى المؤمنين وأن يتبرأ من أعداء الله عز وجل، أن يتبرأ من المبطلين. هذا موطن الأسوة الذي نحتاجه. بل إن الله عز وجل أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام في كل صنيعه وفي كل أفعاله وفي كل ألفاظه أسوة، إلا في كلمة واحدة حينما قال لأبيه لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي أن كل لفظ وكل فعل قام به إبراهيم الخليل عليه السلام هو أسوة لنا، هو علاج لمشاكلنا، هو إصلاح لأحوالنا، إلا في هذا القول، لأنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تخيل حينما يكون إنسان قدوة في كل فعل إلا في قول واحد، أن يكون أسوة لك في كل قول وفي كل فعل في حياتي. هذا الاستثناء للدقة في هذه المواطن، موطن الأحزاب وموطن الامتحان في سورة الممتحنة، موطن الجهاد وموطن الولاء والبراء. هذه الأعمال، هذه الطاعات هي ما تحتاجها الأمة لتصلح من أحوالها. موطن الجهاد في وقت اجتماع الأعداء، اجتماع الأحزاب، موطن الولاء والبراء، تخلي عن أعداء الدين وموالاة المؤمنين. هذه المواطن هي الأسوة، كما قلنا الأسوة هو العلاج، المداواة والإصلاح، هي إصلاح لأحوالنا. في هذه المواطن تشتد ويشتد الافتقار إلى الأسوة، إلى التأسي بالسابقين. فيخبرنا الله عز وجل أن من رحمته أنه بعث رسلا طبقوا هذا الأمر وساروا عليه، فلنتخذهم أسوة لنا. محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. إذن فرق القرآن بين أن تسير تقتدي، تسير على نفس الآثار، هذا قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. فالتقليد ليس مذموما بإطلاق، إنما إن كان على باطل وبدون أدلة وبدون برهان. أنما حينما تقلد أهل الحق، قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في موطن الفتن والاضطراب في سورة التوبة، حينما تخلف كثير من الناس عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا ربنا أن النجاة أن تكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال سعيد بن جبير أي مع أبي بكر وعمر. ابحث عن الأسوة في هذه المواقف وتأس بهم وافعل فعلهم. ولكن كما قلنا أن المرء يحتاج إلى أسوة، يحتاج إلى قدوة، ولا سيما في مواطن الأحزاب والامتحان، في مواطن الجهاد والولاء والبراء. ولكن ماذا لو غابت القدوة؟ ماذا لو غابت الأسوة؟ ماذا نفعل في هذه الأوقات؟ هذه من أشد أوطان الابتلاء والفتن
التي يقدرها الله عز وجل للعباد ليميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال قتادة: أن يميز الخبيث من الطيب بالجهاد والهجرة. التمييز يكون بالهجرة وبالجهاد. هذه المواطن من أشد مواطن الابتلاء. ماذا يحدث وكيف نتصرف إذا غابت القدوات؟ قال ربنا سبحانه وتعالى عن موقف حدث للصحابة، موقف قدري، يبين ويعلم الصحابة ماذا ستفعلون إذا غابت الأسوة. ولكن هذا الغياب غياب قدري. ماذا إذا ماتت الأسوة؟ ماذا إذا ماتت القدوة؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. روى الطبري في تفسيره عن بعض السلف عن تعدد المواقف التي حدثت حينما انتشرت إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. حصل اختلاف في المواقف. شوف لما بيحصل غياب مفاجئ للأسوة، حصل تعدد المواقف. قال بعضهم: إنما هم إخوان عن المشركين. انظر في التحول المباشر في الولاء والبراء، علام نقتل إخواننا. إنما هم إخواننا وعشائرنا وبني إخواننا فلنلقي السلاح، علام نقاتلهم. انظر إلى التحول المفاجئ. وألقى السلاح، وألقى بعضهم السلاح، وأصيب بالإحباط واليأس. هو لم يداهن، ولكنه لم يستمر على نفس الطريق. ولكن قام البعض وعلموا أن من شكر نعمة الله في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، أن من شكر هذه النعمة أن تستمر على طريقه. فختم الله الآية بالشاكرين: وسيجزي الله الشاكرين. فالارتباط بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس ارتباطا جسديا، الارتباط ليس ارتباطا جسديا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنما ارتباط بمنهجه، بهديه، بسيرته صلى الله عليه وسلم. هذا ما فهمه بعض الصحابة، فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه فلنتخذه أسوة حياة ومماتا. مات رضي الله عنه أنس بن النضر وهو لا يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت. هو قام ليقاتل ليستمر على هذه الأسوة في الحياة وفي الممات. فارتباطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بالصحابة ليس بأجسادهم، ولكن بأفعالهم، بهديهم، بطريقتهم، بمنهجهم. فحينما تفتقد الأسوة في الواقع فلترجع إلى هؤلاء، وانظر ماذا فعلوا في هذه المواطن، ماذا فعلوا في هذه المواقف. قال ربنا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ابحث عن أفعال الصادقين في هذه المواطن. إذن عندما تغيب الأسوة، قد تغيب الأسوة وقد تغيب القدوة وقد تزل وقد تخطئ. نحن نتكلم الآن عن الغياب، كما حدث لموسى عليه السلام حينما غاب عن قومه 40 ليلة فعاد فوجدهم عبدوا العجل. لكن حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يمت ويرفع الستار في صلاة الفجر وينظر إلى الصحابة يجدهم يصلون صلاة الفجر في جماعة، تركهم مجتمعين في ذمة الله، صلوا الفجر في جماعة في ذمة الله، ألقى عليهم هذه النظرة الأخيرة. فحينما غابت عنهم الأسوة استمروا على هديه صلى الله عليه وسلم. وقرأ الصديق رضي الله عنه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهل ارتباطكم بالدين ارتباط ببدنه صلى الله عليه وسلم، بجسده صلى الله عليه وسلم، أم بهديه ومنهجه صلى الله عليه وسلم؟ حفظ الله عز وجل هذا المنهج. لحفظ هذا الدين تحتاج، حتى تسير على هذا الدين تحتاج إلى منهج وتحتاج إلى أسوة. يخبرنا الله عز وجل أنك تحتاج إلى المنهج أكثر من احتياجك إلى الأسوة. قد تغيب الأسوة لكن لا يغيب المنهج أبدا. لذلك كان في احتمال من اثنين:
في منهج القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم مطبق للقرآن الأسوة. اختار الله عز وجل أن يحفظ القرآن من التبديل ولم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الموت. اختار الله عز وجل أن يحفظ لنا المنهج، أن يحفظ لنا الوحي، النور، الهدى، الشفاء الذي حينما يرتبط الناس به يخرج لنا القرآن مئات الأسوة والقدوات. فلم يحفظ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من الموت، ولكن حفظ لنا القرآن من التبديل والتغيير. لذلك لما قام أهل الباطل بتقتيل أهل الإيمان في سورة البروج وإلقائهم في الأخاديد المملوءة بالنار والمشتعلة بالنار، قال ربنا في ختام السورة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، افعلوا ما تشاءون في أهل الإيمان، اقتلوا من شئتم، فالمنهج محفوظ والقرآن مجيد في لوح محفوظ، سيخرج لنا المئات. فاختار الله عز وجل لهذه الأمة أن يحفظ لها القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حينما تغيب الأسوة فلنرجع إلى القرآن، فلنرجع إلى هدي الأنبياء، إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تطبيق الصحابة للقرآن، إلى تطبيق الصحابة للقرآن. نزل عليهم القرآن، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير مثال لتطبيق القرآن. ولأجل ذلك كان القرآن لا يتهاون معهم، لأنهم النموذج العملي الذي سوف يصدر للأمة. فلو كلمة واحدة قالت الأعراب آمنا كان القرآن يصلح لهم كل شيء، حتى الكلمات الغير منضبطة، الأفعال، النظرات، الجلسات، الصوت يرتفع فقط. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر في أول سورة الحجرات، ارتفاع بس الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أي حد بيعمل فعل خطأ ينزل القرآن ليبين لهم، لأنهم النموذج العملي الذي سوف يصدر للأمة. فكان القرآن يضبط أقوالهم ويضبط أفعالهم، كان يخشى أحدهم إذا فعل فعلا أو أسر بشيء أن ينزل فيه القرآن. القرآن كان يهذبهم، يربيهم، لأنهم النموذج العملي، الأسوة التي سوف تصدر للأمة من بعدهم. فحينما تغيب الأسوة ماتت الأسوة، حصر أمر قدري، غيبت حيلة بيننا وبينها. إذا استطعت الوصول إليها، كان ابن القيم يحاول أن يصل إلى شيخه ابن تيمية حتى في السجن ليتصبر به ويتعزى به. ابن القيم مع مجموعة من التلاميذ هم اللي بره السجن وابن تيمية في السجن، كانوا يأتون إلى ابن تيمية ليتعزوا به، يتصبروا به حتى يروا وجهه فيمتلئوا يقينا. هو في السجن وهو يصبرهم، يحتاجون إلى ذلك. ماذا إذا غاب ذلك الإمام أو القائد أو غابت الأسوة؟ نرجع إلى القرآن، نرجع إلى المنهج المحفوظ، نجد فيه سلوانا، نجد فيه أسوتنا. ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الصديق؟ عاد إلى القرآن، قرأ عليهم آية واحدة من القرآن. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى القرآن، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم؟ أتربطون إيمانكم بحياته وموته؟ أهكذا علمتم الدين؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي استمروا على منهجه بعد موته. وكأي من نبي قتل كثير، كزكريا ويحيى عليهما السلام، معه ربيون كثير استمروا على منهجه بعد موته، لم يؤثر موته، لم يؤثر موته أو قتله فيهم، بل استمروا على هديه، استمروا على منهاجه، على سيرته، فاتبعوه حيا واتبعوه ميتا، لأنه مات في سبيل الله، مات لنصرة دين الله. فقالها أنس بن النضر: قوموا فموتوا على ما مات عليه. هذا حينما تغيب الأسوة أو تغيب أو تفتقد لأمر قدري. لكن ماذا إذا أخطأت؟ ماذا إذا زلت؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
محمد صلى الله عليه وسلم. نكرر أحبتي في الله أن الإنسان بفطرته يحتاج إلى نموذج عملي ليسير خلفه، فإن الله عز وجل أنزل هذا الدين ليكون نموذجا عمليا بين الناس، لا أن نضعه في قراطيس وأوراق ثم نغلق عليها المكاتب. هذا الدين جاء لينتشر بين الناس، ليسير بين الناس، كما قلنا في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ جاء هذا الدين ليخترق كل نواحي الحياة، ولن يكون إلا بوجود أناس يطبقون هذا الدين يسيرون في كل نواحي الحياة. فإذا المرء بطبيعته، بل غالب الناس هم أتباع والقلة هم المتبوعون، غالب الناس بطبيعتهم يحتاجون إلى من يقلدونه. ثم قلنا أن هناك قدوة وهناك أسوة، هناك من تسير وراءه سواء في الخير أو في الشر، هذا هو القدوة. أما الأسوة هو الذي يصلح حالك ويداوي أفعالك. فكما قلنا الأسوة مبنية على المداواة والإصلاح، ولكن من قدر الله عز وجل ومن ابتلاء الله عز وجل لعباده لينظر هل قلوبهم معلقة بالله أم بالشخص، هل تعلقوا بالنص أي القرآن أم تعلقوا بالشخص البشر الذي جاء ليخبرهم بهذا القرآن. يبتلي الله عز وجل العباد لينظر هل قلوبهم معلقة بالله أم بالأشخاص. فمن الابتلاءات أن تغيب الأسوة كما قلنا، قد تموت، قد تستشهد في سبيل الله، قد تغيب. فكون ابتلاء للناس، هل أنتم مرتبطون بشخصه أم بمنهجه أم بهديه؟ ابتلاء للناس. قد يعظم البلاء، بل إن أحيانا قتل الأسوة أو تغييب القدوة أحيانا يستثير في نفوس الأتباع الاستمرار، لكن قد يعلو البلاء وقد يزداد البلاء أن تخطئ الأسوة. زلة عالم، زلة قدوة، قد تفتن كثيرا من الناس. في هذه اللحظات ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في تحري الحق، لا أن يتبع بدون تفكير، فإن الحق محفوظ. ذلك كانت من وصايا معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الموت لأحد تلامذته: إياك وزلة العالم، يحذره. وكذلك عمر بن الخطاب كان يحذر دائما من زلة العالم، وأنها تهدم الدين عند الناس في نفوس الناس. فكان معاذ بن جبل يحذر أحد تلامذته في مرض موته: إياك وزلة العالم. فتعجب الرجل: وكيف أعرفها؟ فقال له: إن على الحق نور. أحيانا تعصبك لشخص يصرف عنك رؤية الحق، فالحق واضح، الحق واضح، فإذا خالف عالم أو أحد من الناس ما استقر في الشريعة، ما استقر أمره في الشريعة، مبثوث في القرآن وأفعال الصحابة وأفعال السلف، أمر مستقر منتشر، أمر واضح جلي، هذه الزلة ابتلاء للناس، خلف من تسيرون؟ لذلك حدث هذا البلاء في أيام الصحابة، كما روى البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال للصحابة: أما وإنها زوجة نبيكم، أي عائشة رضي الله عنها الطاهرة المبرأة، أما إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعونه أم هي؟ هتسمعوا كلام ربنا؟ قد يخطئ الفاضل، لكنه ليس، لا تتخذه قدوة في هذا الأمر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالعلاقة بين المؤمنين علاقة تناصح، كيف تنصر الظالم وهو ظالم؟ أن ترده عن ظلمه، أن تنصحه. فزلة العالم مخالفة لأصول عامة من الدين، مخالفة لعموم أهل الإيمان. جاءت الشريعة بأصول عامة واضحة من إقامة التوحيد، من الابتعاد عن أهل الباطل، من عدم الركون إلى الظلمة. جاءت الشريعة بأمور مستقرة واضحة،
بتحريم الظلم، بنصرة المظلوم. جاءت الشريعة بأمور مستقرة واضحة، من خالف في هذه الأصول فهو مخطئ وإن لم يهدم. فهي زلة عالم، لكنها زلة، لكنه خطأ لا يتبع. هذا يكون ابتلاء للإنسان في هذه الحالات، هل يسير خلفه أم أنه يتبصر ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يريه الحق حقا. فتدعو كثيرا: اللهم أرنا الحق حقا. ابتلاء لقلب الإنسان، هل تتبع الحق؟ حان العقول قد لا تتصور وقد لا تستطيع أن تجمع كيف يخطئ الفاضل. حان العقول بتتربى أحيانا على الصح المطلق أو الخطأ المطلق. الإنسان قد يجتمع فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، تجتمع في الشخص الواحد، فقد يخطئ الفاضل. وقد أخطأ معاوية رضي الله عنه، نترضى عنه ونعترف بخطئه في قتاله مع علي رضي الله عنهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. إذن قد يخطئ الفاضل فلا يتبع في هذا الخطأ. فكان هذا الابتلاء عاشه الصحابة رضوان الله عليهم حتى ينتقل إلينا. فقد يخطئ الفاضل باستدلال الخاطئ، قد يخطئ الفاضل بمخالفة مجموع أهل الإيمان، قد يخطئ الفاضل باستدراج الظلمة له، قد يخطئ الفاضل. في هذه اللحظات ينبغي عليك أن تتبع الحق. إذن حبتي في الله، أنزل الله عز وجل الوحي وحفظه من التبديل ومن التغيير. فمن أدمن النظر في القرآن، أدمن النظر في الوحي، عرف مراد ربه منه، عرف هذه الأصول التي إذا خالفها شيخه أو عالمه ابتعد عنه ولم يهدمه ولكنه لم يتابعه. هذه الأصول مبثوثة ومكررة، فالقرآن مثاني يكرر هذه المعاني، هذه أصول مبثوثة في الشريعة. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها أبصر هذا الحق واضحا، كما قال معاذ لتلميذه: فإن على الحق نور. إن على الحق نور. لابد أن يعتصم الإنسان بالله. كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله، معكم منهج وفيكم رسوله، معكم أسوة، أركان الاهتداء، أسوة ومنهج. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، معكم منهج محفوظ، وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعكم الأسوة، لكن تكون الهداية وكمال الهداية: ومن يعتصم بالله فقد هدي. كمال ذلك بالاعتصام بالله، بالالتجاء به سبحانه وتعالى، كما فعل الصديق رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، ولكن لما مات، لما غابت الأسوة قدرا، لما مات صلى الله عليه وسلم وقف الصديق رضي الله عنه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تعلم الصديق هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام حياته: لو كنت متخذا أحدا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. في علاقات بداخل القلب لا تنبغي إلا لله، في افتقار في القلب وفي احتياج وفي خلة في القلب لا ينبغي إلا لله. حينما يسمع الصديق هذه المعاني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليربطهم بربهم لا بشخصه، إنما ليتبعوه صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى مراد الله. إنما وكان القرآن إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الخلاف للأولى يصححه القرآن كما في غير موضع. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على الناس، فكان في بعض المواقف أو في قلة من المواقف يخالف الأولى، فكان القرآن يصحح ذلك. تخيل حينما يرى الصحابة ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا مراد ربه سبحانه وتعالى، جاء ليربط الناس بربهم. هكذا أحبتي في الله، ينبغي أن نعتصم بالله وأن نلتجئ به وأن نفتقر إليه
وأن ندمن قراءة كلامه سبحانه وتعالى، وأن نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير الصالحين كيف كانوا أزهد الناس في الدنيا، كيف كانوا أبعد عن مواطن الفتن، كانوا لا يدخلون إلى مواطن الفتن، كانوا أبعد الناس عنه، كان هذا هديهم. فكثرت القراءة القرآن، كثرت قراءة سير الصحابة وسير الصالحين تنبئنا بمراد الله عز وجل لنا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.